لطالما غرد الشعراء بجمال المرأة أحجارا، فقيل في جمالها: يا لؤلؤا يسبي العقول أنيقا، ورشا بتقطيع القلوب رفيقا. وقيل: وأراك كنور الياقوت على تيجاني، وجمالك هل يحمل تيجاني؟ فأقول: تتمثل الأحجار طوع جمالها، لجمالها أحجارنا تنساق. الأحجار الكريمة لها قيمة مخلدة في التاريخ. خلوني أشارككم شغفي وتجربتي كمجوهر. ترقبوني في رمضان. أخوكم عدي حسن الفردان.